أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: حفظكم الله وأمد في عمركم على الخير، كنت طالب علم جاد ومجتهد، فأخذتني الدنيا شيئا فشيئا ثم وقعت في معاصي عظام وفواحش عظيمة حتى قسى قلبي وتحجر، فما هي نصيحتكم لي أحسن الله إليكم؟ بس سهلة، تب إلى الله صادقا، وعظم شرعه، وحافظ على الصلوات الخمس، والتزم أداءها في المساجد، واحرص أن تكون من السابقين إلى المسجد حال الأذان أو أن تسبق المؤذن، ووطن نفسك على هذا الالتزام، وما جاءك من كسب محرم أخرجه لوجه الله على الفقراء والمساكين، واستعد للرحيل، واقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهي قراءتنا في مغرب هذا اليوم، أليس كذلك؟ استذكرها، فأسأل الله بأسمائه وصفاته أجعلنا جميعا من الذاكرين المستذكرين، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.